ايه رايكم في الكيك الجميل ده؟ يلا بينا نعمله سوا. مقاديرنا سهلة وبسيطة، يلا بينا. معاكي 3 معالق كاكاو خام، وعليهم ممكن انا بضيف معلقة نسكافيه كمان مع الكاكاو الخام. معاكي 1 كوباية سكر، معاكي 1 كوباية لبن، معاكي 1 كوباية زيت، معاكي 1 كوباية دقيق، معاكي 2 بيضتين، ها، معلقة نشا، فانيليا، بيكنج باودر، هناخد من الخل 1/2 معلقة خل. يلا بينا يلا بينا في الخلاط. هنحط 1 كوباية الزيت، هنحط 1 كوباية اللبن، هنحط معايا 1 كوباية السكر، هنحط 3 معالق كاكاو خام ومعاهم النسكافيه لو بتحبي، مش رشة الفانيلا. يلا نخلط. مستمر في الخلط، تقليبة للمكونات تاني وارجعي تاني، استمري في الخلط. خلطتي خلاص، شايفين القوام ماسك نفسه كده وحلو. هتحشي 1 كوباية، هتشيلي 1 كوباية كده على جنب، ده كده صوص هنحطه في الاخر خالص على وش صينية الكيك بتاعتنا، ونسيب الباقي المعيار. هنحط على باقي المعيار 2 بيضتين، ومعانا 2 معالق نشا، ومعانا 2 معالق خل. يلا بينا نحطهم ونخلطهم. معانا 2 معالق النشا، معانا 2 معالق الخل، زيادة سنة بيخلي بالك، 2 معالق الخل معانا. يلا بينا هنطقش 2 بيضتين، يلا نخلطهم مع بعض. يلا بعد ما خلطنا هنجيب 1 كوباية الدقيق وباكل بيكنج باودر. حطي الباكو كامل، انخلي انخلي، عايز تنخلي مرتين يا ريت، لازم. يلا خلاص نخلنا 1 كوباية الدقيق وباكل بيكنج باودر، ننزل بقى بالخليط بتاعنا. يلا بعد ما حطينا الخليط على الدقيق نخلطهم. في عجان اعملي فيها، على فكره هي مش مستاهله، مفيش، اعملي بس في اتجاه واحد، التقليب يكون في اتجاه واحد. ندهن الطاسه بتاعتنا زيت، يلا 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 ننزل بالخليط. شايفين 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 شايفين، يلا بينا ندخلها بقى الفرن. يلا بينا بعد ما نطلعها من الفرن، هي سخنه كده، سكينه كده يعني، واعملي كده قبل ما تحطي الصوص بتاعك. تمام، فاكرين الكوبايه اللي كنا شايلينها؟ ويلا بينا ننزل بيها. استنوا هجيب معلقه، يلا بينا. انا عايزه اثبت الموبايل عشان انزلها. تمام كده، نزليها كده كلها، وزع 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 وزع. تمام كده، ونقطعها بقى ونطلعها في الطبق. حبيبتي تعالي